قبل البطولة ما تبتدي كان كل الناس مركزة على تصريحات أحمد مجاهد هو لعيبة الأهلي هتلحق كأس العالم للأندية ولا لا. فاكر؟ صح. دلوقتي جمهور الأهلي نفسه عايز مصر تكمل، عايز مصر تكمل. من هنا بقول لك وأنا راجل زملكاوي يعني وشاعر قناة الزمالك بقول لك ربنا يوفق النادي الأهلي، يا رب يا رب يكسبوا الفريق المكسيكي ويكسروا الدنيا ومصر تكسب. عايزين 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 اللي هو يعني مصر هي اللي فوق الكل، يعني فوق الزمالك وفوق الاهلي فوق كل الانديه. النهارده فرحتنا فرحه كبيره، النهارده فعلا بعد تصريحات محمد صلاح الناس ابتدت تركز. وعايز اقول لك حاجه، احنا اول مره يحصل لنا الاحساس ده من حوالي 5 فاتوا من ايام 2017 لان بعد كده كان ادائنا سيء. كان صحيح. كنا شخصيه منتخب مصر رجعت النهارده. النهارده قبل البطوله احنا كلنا ما كانش عندنا ثقه في ان احنا نعمل حاجه. النهارده كل الفرق العربيه الشاركه وهي اكبر مجموعه فرق عربيه شاركت في بطوله امم، هي البطوله دي 7 فرق. فبنتكلم على السودان وعلى مصر وعلى موريتانيا وعلى جزر القمر وعلى الجزائر وعلى تونس وعلى المغرب، تمام؟ كل الفرق العربيه خرجت ولم يتبقى الا المنتخب المصري.